أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بدأنا في العام الماضي في أبحاث تاريخية السنة هذا البحث أعزائي يعد من اهم مفاتيح عمليه استنباط المعارف الدينيه لا خصوصي معارف الحلال والحرام يعني الفقه الاصغر. نحن في جميع المعارف الدينيه نحتاج الى هذه المساله. من قبيل حجيه الظهور كيف ان مساله ان الظهور حجه ليس مختصا بابحاث الفقه الاصغر في القران ايضا نحن عندنا بحث ان ظهور القران حجه او ليس بحجه ومن الواضح ان المعارف القرانيه ليست مختصه بمعارف الحلال والحرام وانما تشمل العقائد وتشمل التاريخ والسيره والقصص والاخلاق والمعارف الاخرى الدينيه هذه المسألة أعزائي أيضا من تلك المسائل الأساسية في علم الاستنباط لمعارف الدين ولذا أنا أعتقد أنه لا بد أن ندخل هذا العنوان إلى علم أصول الفقه كيف أنه في زمان مسألة التزاحم لم تكن داخل في علم الأصول والمرزا النائين بعد التعارض ادخل بحث ماذا؟ التزاحم ايضا كذلك لا بد من استحداث عنوان جديد في علم الاصول تحت عنوان تاريخيه السنه طبعا سابين المراد من هاتين المفردتين وقفنا عنده ولكنه من باب الاستذكار هذه المساله اعزائي مساله اصوليه ومساله مفتاحيه ومساله مصيريه في عمليه الاستنباط. يعني ان الاصولي من خلال هذه المساله نستطيع ان نصنفه بهذا الاتجاه او بذاك الاتجاه. كيف الان تجدون اننا نصنف بعض العلماء نقول انهم من الاصوليين بعض العلماء انهم من الاخباريين. على اي اساس هناك مسائل مفتاحيه ومسائل محوريه اذا قال بها فلان كذا فهو أصو اصولي اذا قال بها كذا فهو ماذا فهو اخباري هذه المساله ايضا من تلك المسائل وهو انه لا بد من معرفه ان هذا المجتهد ان هذا العالم هل هو قائل بتاريخيه السنه فله منهج او لا يقول بتاريخيه السنه فله ماذا فله منهج اخر بعباره ثالثه رابعه في المقدمه لا بد ان نساله أنت تقول مثلا بحجية خبر الواحد أو لا تقول، فإن قال بحجية خبر الواحد له طريق في عملية الاستنباط. إن لم يقل بحجية خبر الواحد له طريق آخر. كذلك هنا في تاريخية السنة، إن كان قائلا بأن السنة تاريخية ولو بنحو القضية المهملة فله منهج. وإن لم يكن قائلا بتاريخية السنة فله ماذا؟ فله منهج اخر ولكنه من باب الاستذكار اعزائي لا باس ان نقف قليلا عند هاتين المفردتين مفرده التاريخيه ومفرده السنه لانه الان عنوان البحث ماذا كما يقال لا بد من تحرير محل النزاع ما هو المراد من السنه وما هو المراد من التاريخيه أعزائي أما السنة قد يقول قائل خلوا ذهنكم أعزائي يمي في هذه السنة أرجو الله أن أوفق أن الأبحاث نعطيها صبغة جديدة وعناوين جديدة وملامح جديدة لفتح أفق الأعزة للأبحاث أعزائي قد يقول قائل سيدنا السنة واضحة المراد من السنة يعني قول النبي او المعصوم على الخلاف الموجود بين مدرسه اهل البيت واهل السنه السنه يقولون قول النبي فعل النبي تقرير النبي نحن نقول ماذا نقول قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم إذا لا نحتاج إلى بحث، الواقع أنه المسألة ليست بهذا الوضوح الذي نعم في إطار الحوزة العلمية هذه القضية من الواضحات والمسلمات ولكن في إطار الأبحاث المعاصرة وكلمات كثرة وجملة من الأعلام الذين كتبوا في السنة وتعريف السنة القضية ليست بهذه البساطة وبهذه وهذا الوضوح الذي يتبادر الى الذهن اعزائي في المقدمه لا بد ان تعرفوا ان تعريف السنه عند المحدثين بنحو وعند الاصوليين بنحو وعند الفقهاء بنحو ثالث لا يتبادر الى ذهن احد ان تعريف السنه عند هذه الاتجاهات الثلاثة هو تعريف ماذا؟ تعريف واحد لا لا المحدثون عرفوا السنه بنحو والاصوليون عرفوا السنه بنحو والفقهاء عرفوا السنه بنحو الان عندما تاتي الى الفقهاء تقول يقول هذا من السنه يعني من المستحبات تعريف السنه عند الفقيه يختلف عن تعريف السنه ماذا عند ال... اصولي وتعريف السنه عند الاصولي يختلف عن التعريف عند المحدث وهذا التعريف المشهور الذي هو فعل النبي او قوله او تقريره هذا هو تعريف المحدثين لا تعريف الاصوليين ولا تعريف ماذا؟ ولا تعريف الفقهاء. اعزائي التعريف الجامع الذي ذكر في كلمات السنه، انا بيودي ان الاعز اللي يريدون يراجعون هذا البحث، هذا من الكتب وعموما هذه الكتب ما اتصور موجوده في قم، الا الاعز الذين لهم علاقه بالمواقع الالكترونيه، هذه الكتب يستخرجوها من هناك، والا مع الاسف الشديد ان هذه الكتب الان ما موجوده في قم، بل حتى ما موجوده في بيروت في كثير من الاحيان، وانما في مناطق اخرى. على أي لحظة. هذا الكتاب اعزائي تعد هذه من الرسائل المهمه الجامعيه تحت عنوان الاتجاه العلماني المعاصر في دراسه السنه النبويه الاتجاه العلماني المعاصر في دراسه السنه النبويه تاليف غازي محمود الشمري اعزائي هناك يذكر تعريفاً هذا التعريف انا اشير اليه بنحو الاجمال وهو تعريف جامع الحق والانصاف تعريف جامع يقول في اصطلاح المحدثين ما اضيفه الحديث التفتوا السنه ما هي السنه باصطلاح المحدث هذا التفتوا لي ما اضيفه الى النبي صلى الله عليه واله التفتوا لي جيدا من قول اولا او فعل ثانيا او تقرير ثالثا الى هنا هذا معروف ولكن يوجد هناك امران اخران او وصف او سيره لرسول الله صلى الله عليه واله وصف خلقي او خلقي لرسول الله ايضا هذا داخل اين داخل في السنه أو سيرة قام بها ولذا يأتي يقول مثال السنة القولية كذا ومثال السنة الفعلية كذا ومثال السنة التقريرية كذا ومثال الوصف الخلقي مو الخلقي خلقه ما رواه كان رسول الله أحسن الناس وجهاً واحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هذه ايضا ماذا؟ هذه ايضا من ال... ولهذا من كان بهذه المواصفات ايضا هذا من السنه. ومثال الوصف الخلقي كان رسول الله اشد حياء من العذراء في خدرها. هذا وصفه من اخلاقه صلى الله عليه واله. ومثال سيرته انه كان كذا وكذا. اذا اعزائي السنة عند المحدثين شاملة لهذه طبعا هذا قد يقول قائلا أن بعضها يتداخل مع البعض مو مهم المهم مجموعة هذه تسمى باصطلاح المحدث ماذا؟ سنة سؤال خلوا ذهنكم يمي سؤال من الذي قال أن هذه سنة ويجب الاقتداء بها يعني هذا التعريف المذكور عند المحدثين سواء كانوا من الشيعه او اهل السنه هذا التعريف تعريف قراني رسول الله عرف السنه هكذا الائمه عرفوا السنه هكذا او هذا استنباط العلماء من بعدهم من المحدثين اي منهم؟ لا اتصور احد يستطيع ان يدعي ان هذا التعريف تعريف ماذا؟ قراني أو تعريف نبوي أو تعريف ماذا؟ ولوي أبداً أبداً وإنما العالم هسه قد تتفق معه أنت ماذا؟ وقد إذا هذا التعريف تعريف العلماء للسنة قد تتفق معه وقد ماذا؟ وقد تختلف معه من هنا أعزائي حاول جمله من الاساتذه المعاصرين المحدثين اللي هم هو يعبر عنهم ماذا؟ علمانيين. طبعا هذا التعريف تعريف العلماني الان ما اريد ادخل فيه وهو انه صاير الان عاد في حوزاتنا العلميه او في الاوساط العلميه بمجرد احد ليتفق معك في الرؤيه يصير ماذا؟ ها؟ يصير علماني لا يا أخي ومن قال علماني أيضا هو عالم دين ولكن لا يتفق معك في الرؤية المهم ولهذا إذا تقرؤون عنوان الكتاب الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة أعزائي تعالوا معنا إلى جملة من تعريفات المعاصرين للسنة هذا تعريف ماذا المحدثين طبعا لا يز... عز من يريدون يراجعون اعزائي حتى لا اكون شسمه يقول واما السنه باصطلاح الاصوليين ما صدر عن النبي من, قو... غير القران ويصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي واما السنه عند الفقهاء ما ليس بواجب يمكن للاعزه يراجعوه في صفحه 49 وما بعد في هذا الكتاب اما جمله من تعريفات المعاصرين للسنه انا طبعا فقط راح اشير الى العناوين والا اذا اريد اقف عند كل تعريف من هذه التعريف هو يحتاج الى دروس مستقل التعريف الاول هذا التعريف اعزائي لكاتب معروف سوري اسمه محمد شحرور محمد شحرور عنده كتب ومن اهم كتبه اللي انا انصح الاعزه اللي عندهم وقت للمطالعه فليطالعوا ماذا يقول الاخرون ايضا عنا. عنده كتاب اسمه الكتاب والقران. كتاب مولانا الكتاب والقران دراسه معاصره الدكتور محمد شحرور. هذا الكتاب اعزائي من اهم كتبه والكتاب يقع بشكل إذا يطبع يصير مجلدين يقع في ثمانمائة صفحة وهناك أعزائي يقول قراءة معاصرة الدكتور المهندس محمد شحرور تبين هو همتي أنا مو طلبة علم ولذا هنا في الحاشية يقول هذا ليس من طلبة العلوم الديني على هناك يقول في هذا الكتاب بشكل مفصل لنضع الان تعريفا معاصرا للسنه نضع تعريفا جديدا للسنه ما هو التعريف الجديد انا بنحو الاجمال اشير اليه اقراه اعزائي واذا يحتاج توضيح اوضح السنه هي منهج في تطبيق احكام ام الكتاب بسهوله ويسر فإذا التفتوا جيدا يجعل الأصل هو القرآن وأن السنة إنما هي تطبيق ما ورد من القرآن في حياة ماذا؟ في حياة الناس ناس. ولكن بشرط أن يؤخذ فيه عنوان ماذا؟ عنوان اليسر والسهولة لماذا؟ يقول لأن القرآن أشار يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ال عسرة وما جعل عليكم في الدين من حرج إذا لا بد أن نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لنرى كيف طبق القرآن على حياة ماذا؟ على حياة الناس دون الخروج عن حدود الله أو وضع حدود مع الأخذ بعين الاعتبار خلي ذهنك يا أمي هذا التطبيق هل مأخوذ فيه الظروف الزمانية والمكانية والشروط التي كان يعيشها المجتمع أم لا يقول مع الأخذ بعين الاعتبار عالم الزمان والمكان والشروط الموضوعية التي تطبق فيها هذه الأحكام وهذا هو معنى ماذا؟ معنى ها؟ التاريخي الذي اشرنا اليه، هذا تعريف، الاخوه ان شاء الله اذا صار عندهم وقت هذا الكتاب باذن الله تعالى يطالعوا. التعريف الثاني التعريف الثاني وهو التعريف الذي ذكره كاتب ليبي معروف اسمه الصادق النيهوم الصادق النيهوم عنده كتاب من الكتب الأساسية وأيضا إذا عدهم الوقت الإخوة يطالعون يطالعوا هذا الكتاب كتابه إسلام ضد الإسلام عنوان لطيف إسلام ضد الإسلام هسه هذا يا إسلام اللي هو ضد الإسلام بيني وبين الله بعد إذا عدكم خلق روحوا طالعوا هذا الكتاب هناك يقول بأنه أساسا كلمة السنة تعني كذا وأن هؤلاء المحدثين الذين عرفوا السنة بهذه الطريقة هؤلاء أورثوا كارثة أحاقت بالتشريع الإسلامي هذا التعريف الذي ذكروه كارثة هذا التدمير للسنة ليش؟ لانه ربطت السنه بسنن الحياه البدويه في صحراء العرب وجعلته تقاليد سلفيه موروثه وقتلت في المسلم كل قدره على تحرير حاضره من الماضي بما في ذلك ان يتخلى عن عاده بدائيه مقززه مثل قطع الاعناق بالسيف ملا هذا الامر كان متعارف في ذلك الزمان اما الان بينكم وبين الله فلهذا تجدون الان واقع اعداء الدين يحاولون ان يظهروا الاسلام بانه ما هو يا اسلام اسلام السيف اسلام قطع الاعناق اسلام تقطيع الاعضاء ونحو ذلك والثابت أن القرآن لا يستعمل السنة النبوية بل يستعمل سنة الله يقول في القرآن من أول إلى آخر إحنا ما عندنا شيء اسمه ماذا سنة نبوية ولكن عندنا ماذا سنن إلهية هذا من التعريف الثاني إن شاء الله الإخوة يراجعوه ما عندنا وقت ندخل فيه التعريف الثالث أعزائي وهو من الكتب المهمة وأنا بودي أن الأعزاء يراجعوا هذا الكتاب من الكتب الأساسية أعزائي في هذا المجال وهو السنه بين الاصول والتاريخ السنه بين الاصول والتاريخ لحمادي ذويب هذا حمادي ذويب اعزائي رجل متخصص ايضا في هذا المجال له كتاب والتعريف يقول المتامل في ماده سنه كذا الى اخره اذا اعزائي إذا أردتم أن تتعرفوا على السنة عليكم ماذا؟ ها؟ كما تقرأوا هذا الطرف اقرأوا ماذا؟ ذاك الطرف وأعزائي افتحوا لي حاشية مختصرة الآن بعد عصر العولمة وبعد عصر الاتصالات وبعد بعد عصر هذه المواقع الإلكترونية ثقافه المثقفين باتت واضحه وكثيره فاذا انت ما تلاحق ثقافه عصرك العصر سوف يتجاوزك. التفتوا اعزائي الشاب المثقف الان او الجامعي ثقافته العامه بدات ها تفوق ثقافه من؟ ثقافه من اعزائي؟ طلبة الحوز العلمي ثقافة العامة ها مو ثقافة الدينية لعله انت في الفقه والاصول و هو ادق منه ولكن الثقافة العامة تعرف عنها شيء او لا تعرف لا تعرف وبطبيعة الحال ان الجيل الجديد عندما يجد هو اكثر علما وثقافة منك بعد يمكن ان يأخذ منك او لا يمكن لا يمكن عزيزي سيتجاوزك التاريخ ولذا عليكم ان تطلعوا ما يوجد عند المعاصرين يحتاج الى جهد مضاعف اعزائي ولكنه هذه هي سنه الحياه اذا تريد ان تتصدى لهذه المسؤوليه هذا فيما يتعلق اعزائي بنحو الاجمال بالسنه اما التاريخيه ما هو المراد من التاريخيه اعزائي مرارا وتكرارا موجزا ومفصلا بينا عندما تاتي عناوين معينه اين في الروايات الان انا ماذا اتكلم عن القران خلوا القران الى جانب دا اتكلم عن ماذا عن العناوين التي جاءت في السنه هذه العناوين اعم من ان تكون عناوين عقائديه او ان تكون عناوين فقهيه او ان تكون عناوين اخلاقيه او ان تكون عناوين اجتماعيه او ان تكون عناوين اقتصاديه هذه العناوين عندما رتب الحديث عليها محمولا معينا من المحمولات هسه هذا المحمول سواء كان مرتبطا بالعقيده وهو الايمان او مرتبطا بالعمل وهو الوجوب او الحرمه او الاستحباب هل ان هذه العناوين اخذت فيها الشروط الزمانيه والمكانيه والظروف الثقافيه ام لم تؤخذ فيها اي منهما فمن يقول انه اخذت فيقول ان هذه العناوين ماذا مربوطه بظروفها بشرطها وشروطها ومن يقول انه وهذا هو معنى التاريخيه ومن يقول انه لا لم تؤخذ لا ننظر الى الشروط ابدا هذا معناه عدم التاريخيه وتوضيحه ايضا هذا المثال ضربناه سابقا الان اكرره حتى ان الاعزه يتضح لهم المطلب. اعزائي انتم الان لو ترجعون واقعا لو ترجعون تنظرون نظره عامه الى كتاب كامل الزيارات لابن بابويه القمي لابن قولويه القمي هذا الكتاب واقعا الانسان عندما يقرا العناوين الوارده يقول سواء أن زيارة الحسين أفضل ما يكون من الأعمال من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه إن زيارة الحسين تعدل زيارة قبر رسول الله إن زيارة الحسين تحط الذنوب تعدل عمره تعدل حجه تعدل حجه وعمره تعدل حج حججا تعدل عتق الرقاب مشفعون بينفس الكرب وما شاء الله هذا الكتاب لعله فقط سبعة أو عشرة أو عشر باب منه في زيارة النبي وأمير المؤمنين وباقي الأئمة وأما الأبواب الأخرى اللي تصل إلى حدود مولانا مئة أو عشرة أبواب في الأعم ثمانين بالمئة مرتبطة بمن؟ ها؟ بزيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام السؤال المطروح هنا أعزائي التفتولي جيدا أعزائي السؤال المطروح هنا انه من بكى او تباكى او ابكى وجبت له الجنه خلصت خلص. وبمقتضى الاطلاق هو انه سواء كان كذا او لم يكن في النتيجه عمومك في هذه الروايات الا اذا دل دليل على القيد هل هذا الاطلاق هل هذا العموم هل هذه الثوابات هل هذه المحمولات الوارده لزياره الامام الحسين او للجزع على الامام الحسين او للبكاء على الحسين او للتباكي على الامام الحسين هذه مرتبطه بظروف معينه او مطلقه لا فرق بين اي أيوة منهم طبعا الان انا مو بصدد اعطي فتوى اقول هذا صحيح لو انا أرد يوجد اتجاهان في المقام. الاتجاه الاول اعزائي الاتجاه الاول وهو الاتجاه التاريخي في فهم هذه الروايات. ما معنى الاتجاه التاريخي؟ يعني ان هذه الثوابات هذه الاحكام هذه المحمولات لزياره الحسين ليست مطلقه وانما عندما كان ذاك الوقت الذي من ياتي باسم الحسين تقطع اعضاؤه. اما اذا تبدلت هذه الظروف لا نقول لا يوجد ثواب لزياره الامام الحسين، لا 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 ولكن نقول تلك الثوابات ماذا؟ غير موجود التفتوا جيدا لا يقول لي واحد بكرة أنه والله سيد الحيدري يقول الآن في هذا الزمان مولانا زيارة الحسين ما بها ثول لا 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 أبدا أبدا مو هذا البحث البحث هذه العناوين التي أخذت في زيارة الحسين هل هي خلوا ذهنكم أمي هل هي مرتبطة بأزمنة معينة مثل زمان المتوكل مثلا اللي كان الناس لكي يزوروا الامام الحسين لابد ان يعطون ماذا ها شنو لابد يعطون مولانا لابد ان يعطون اعضائهم لابد ان يعطون عمرهم حياتهم يعطوها لابد ان تهدم بيوتهم على رؤوسهم اذا كان ياتي باسم من باسم الحسين سلام الله عليه هل ذاك الزمان وثواب ذلك الزمان كثواب هذا الزمان اللي الآن تفرش له الورود وتعطى له الأموال ويقال له به بابا به 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 وأحسنتم أحسنتم إلى أي هذه واحدة مختلفه أي منهم فإن قلنا واحدة لا فرق بين هذه وتلك هذا معناه عدم التاريخية وإن قلنا مختلفة يعني ماذا يعني تاريخي الآن أنا أريد أشير إلى مورد واحد من الأعلام أعزائي هذول اللي أنا أجيب أسماءهم هنا اطمئنوا أنه من الناحية العلمية أنا كثير متحقق من أوضاعهم العلمية فأنصح الأعزاء تلامذتنا أعزائي أن يطالعوا لهم وإلا كل واحد أنا ما أجيب اسمه هنا أقول اذهبوا وطالعوا له أعزائي واحد من أعلام المحققين الرجاليين المعاصرين المظلومين هو العلامة المحقق محمد الباقر البهبودي محمد الباقر البهبودي الآن موجود حي هذا الرجل لعله في الخمسين سنة الأخيرة يعد احد اهم المحققين في علم الرجال ان لم اقل اهم فهو ماذا احد اهم المحققين في علم الرجال هذا الرجل اعزائي له كتاب في زمانه اورث ضجه كبيره فلهذا سحب الكتاب من الاسواق ولعله فعل به ما فعل حتى اضطر أن يبدل عنوان الكتاب وهو ما كتبه بعنوان صحيح الكافي هذا الكتاب الآن ما موجود في الأسواق وين بحثنا عنه احنا ما وجدنا الكتاب في ثلاث مجلدات هذا الرجل جاء وتعرض لأسانيد روايات أصولي وفروعي وروضة الكافي وعلى أساس المناهج السندية الحديثة التحقيقية اللي هي التقسيم الرباعي صحيح موثق وحسن وضعيف قال هذا القدر من الروايات من أصول الكا من الكافي صحيح وهذا القدر من الروايات من أصول الكافي أو من الكافي ماذا غير صحيح نموذج واحد أعطيكم أعزائي وهو أنه عندما وصل إلى روضة الكافي الذي هو المجلد الثامن من هذه الموسوعة الحديثية المهمة في الموروث الشيعي هذا الكتاب يشتمل على خمسمائة وثمانية وتسعين رواية يشتمل على خمسمائة وثمانية وتسعين رواية يقول هو بعد التحقيق لم يصح منها إلا أربعة وسبعين رواية فالنسبة جدا عزيز ها؟ ايش قد؟ 10 12% بالمية، 13% بالمية، 11% بالمية. وهذه واقعا تورث الضجة أو لا تورث الضجة؟ طبيعي بيني وبين الله إذا كان الكافي هذا وضعه في الرجال السندي فما بالك ماذا؟ بكتبنا الأخرى أهم كتاب عند الموروث الروائي الشيعي هو كتاب ماذا؟ كتاب الكافي أما الكتب الأخرى فكثير حولها الكلام وله كتاب أنصح الأعزة بل أوصي الأعزة بل أطلب منهم رجاء أن هذا الكتاب مو يطالعوه وإنما يباحثوه هذا الكتاب كتاب له اسمه معرفة الحديث العلام البهبودي معرفة الحديث وتاريخ نشره وتدوينه وثقافته عند الشيعة الإمامية هذا كتاب التونية عند الشيعه الاماميه للشيخ محمد باقر البهبودي هذا الكتاب اعزائي بودي ان تطلعون انه اساسا حديث مدرسه اهل البيت متى دون كيف دون وما هي الامراض والافات التي اصابت الحديث حتى نحن اضطررنا أن نقول في برنامج شهر رمضان من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن طبعا البعض حاول أن إما جهلا أو تجاهلا أو غرضا أو مرضا إلى آخره لا أعلم قال بأن سيد الحيدري يريد أن ينفي الحديث لا أعزائي أنا كنت أريد أن أغربل الحديث لا أن أنفي الحديث ولا كيف يمكن نفي الحديث وقد ورد حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا هذا الرجل هناك في معرفة الحديث أعزائي في صفحة عند في آخر الكتاب نموذج الموضوعات على الثقات يقول هناك مجموعة من الكتب هذه من الموضوعات من الأكاذيب من, ال من الترهات من الأساطير ولكن وضعت باسم من؟ ها؟ باسم الثقات من هذه الكتب أعزائي كتاب سليم بن قيس الهلالي والكتاب موضوع لا مرية فيه وإقرؤوه بس بعض العوام بيني وبين الله اللي الان ولهذا مثل السيد الخوي بيني وبين الله بعد كل محاولاته في نهايه المطاف انتهى الى ان الحديث ان الكتاب يوجد له سند صحيح او لا يوجد له سند صحيح لا يوجد له سند صحيح والكتاب موضوع لا مريه فيه وعلى ذلك علامات يقول وهذا الكتاب فيه من الاعاجيب والاكاذيب والترهات الى ما شاء الله. هذا الكتاب اعزائي هذه صح هذا صاحب هذا الكتاب يقول روضه الكافي لم يصح منها الا ايش اعزائي؟ ها وسبعين هسه تعالوا معنا الى العلامه المجلس. العلامة المجلسي قدس الله نفسه صاحب البحار وما أدراك ما البحار اللي إن شاء الله في اليوم هم نتكلم لكم عنده عن عن البحار أن هذا البحار وقعا ما ماذا يوجد فيه ماذا يوجد في هذا الكتاب اللي الآن ده يشكل كل العقل الشيعي وكله يدور مدار ماذا مدار البحار صاحب البحار هو نفسه في مرآة العقول خلوا ذهنكم يمي في مرآة العقول اللي تعليقته على روضة الكافي بحسب اس أسانيد وبحسب المنهج السندي لا يصحح إلا واحدة وستين رواية فقط من الكتاب صاحب الكتاب لا يصحح يعني مرات العقول طبعا يكون في علمكم العلامة المجلسي يعتقد أن أصول الكافي وفروع الكافي وروضة الكافي يجب العمل به ولكن ده أتكلم عن المنهج السندي يعني من صار منهجه منهج السيد الخوي إذا صار مبناك مبنى السيد الخوي في الرجال فلا يصح من الكتاب إلا ماذا ها الا 61 روايه يعني 10% واخيرا اعزائي وقع بيدي كتاب للعلامه والشيخ محمد اصف محسن انا بيودي ان هذا الاعزاء ايضا يطالعوا للشيخ اصف محسن خصوصا بحوثه في علم الحديث هو جدا كتاب مهم اعزائي هذا الكتاب الاحاديث المعتبره في جامع احاديث الشيعة هناك في صفحه اعزائي التفتوا لي اعزائي هذا الكتاب في صفحه في, في صفحه في صفحه 601 يقول حول احاديث روضه الكافي الرجل شويه متساهل مع الشيخ الكليني في صفحة 604 يقول هذا ما أحكم باعتبار أسانيدها من الروايات المذكورة بحسب ما أدى إليه نظري وهي قريبة من ربع الروايات المذكورة في الروضة فإذا نسبة الروايات اللي صححها شيخ آصف محسن إيش قد أعزائي ها خمسة 25% يعني مية 150 رواية و450 رواية من حيث السند وهذا هو الذي تجدون نحن مرارا وتكرارا نقول ان المنهج السندي تدمير للمعارف الدينية للحديث عندنا والا لو صرنا اصلا لو انتم تقرؤون مقدمة هذا الكتاب اعزائي وحقكم لا لا, 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 لا لم يبقى من الدين شيء لأن الرجل محمد آصف محسني في مقدمة الكتاب في صفحة أعزائي في صفحة في صفحة أليف من المقدمة يقول فقد ألفت في أيام جهاد أفغانستان في إسلام آباد عاصمة باكستان معجم الأحاديث المعتبرة وجمعت فيه من جميع الكتب الحديثية للطائفة من جميع شنو؟ الكتب الحديثية اللي فقط لا لابد أن تعلموا أن جامع أحاديث الشيعة يشتمل على ثمانية أربعين ألف و ثلاثمائة رواية يعني حدود خمسين ألف رواية فقط في جامع أحاديث الشيعة أضم إليه الوسائل وضم إليه الوافي والمستدرك والبحار و و, و... إلى ما شاء الله ما أدري مئة ألف رواية مئة ألف رواية مئتين ألف إحصائية أنا ما عندي هو يقول أنا أحصيت من جميع روايات مدرسة أهل البيت سنداً فلم يصح منها إلا احد عشر ألف وخمسمائة حديث معتبر السند المنهج السندي يبقي للدين شيء أو لا يبقي للدين شيء أعزائي إذا صار واحد مبنى مبنى سيد الخوي في السنة طبعا مو مبنى سيد الخوي ها مبنى العلامة ومن جاء بعده الذين حاولوا ان يقسموا الروايات على أساس ماذا على اساس السند يقبل او يرفض. القبول والرفض على اساس السند، على اي الاحوال هذا بحث خارج عن بحث تعالوا معنا اعزائي الى العلامه البهبودي لنرى ماذا يقول في هذه الروايات. راح اذكر موردين ثلاثه اعزائي، يعني العلامه البهبودي اذكره وبعض الاعلام الاخرين الذين قالوا بالتاريخيه والذين انكروا ماذا انكروا التاريخيه وبعدها ان شاء الله من يوم السبت باذن الله احنا فقط كنا نريد نبدا البحث اليوم من يوم السبت ان شاء الله سوف ندخل في الادله التي دخلنا اليها ولكنه في اخر المطاف اعزائي بودي ان اشير الى نكته اعزائي انا يقين عندي بانه الى عز الحاضرين يقينا في هذا الشهر الماضي شهر رمضان المبارك سمعوا كلاما كثيرا هنا وهناك ومن مختلف الجهات ايجابا سلبا تاييدا رفضا بيانيات كلمات ما شاء الله ما شاء الله وما اكثرها هم اعزائي نصيحتي للأعزاء اللي عدهم وقت وارجو منهم ذلك اذا عدهم وقت اعزائي هذين الدرسين درس الفقه ودرس الاصول احدهما مكمل للاخر. الاعزه اللي دا يحضرون الان فقه انا كثير من المطالب اللي دا اقولها في الاصول بعد ما اكررها اين؟ هنا في الفقه، لماذا؟ لانه يحصل اكو طلبه مشتركين 70 بالمئة من الطلبه مشتركين، فاجد عندما اقوله في الاصول بعد لا استطيع ان اقوله في الفقه، عندما اقوله في الفقه لا اقوله اين؟ في الاصول ولذا اذا امكن الاعزاء احنا مدرسنا ما يتجاوز اكثره اقصاه ساعه مولانا نصف ساعه الفقه ونصف ساعه الاصول كلا هذين الدرسين يحضرون ان شاء الله تعالى حتى الرؤيه التي انا اخيرا دا اطرحها وهي مساله ان الروايه ما هي دورها كيف نتعامل معها اساسا يمكن الاعتماد عليها لا يمكن الاعتماد عليها هذه الرؤيه تتضح باذن الله تعالى في الايام القادمه والحمد لله رب العالمين